اشتداد المعركة في حريب جنوب مأرب وقصف حوثي متواصل على المناطق السكرية. بهتافات منددة بالحوثي الآلاف يشيعون جثمان الناشط حمدي المكحل في إب. وفي تعز وقفة احتجاجية تنديدا بغياب التيار الحكومي عن المدينة. نشرة إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب، حياكم الله. والبداية عسكريا وتحديدا من محافظة مأرب التي تتواصل في جبهتها الجنوبية معارك هي الأعنف منذ الإعلان عن الهدنة في إبريل من العام الماضي. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي اشتدت وتيرة المعارك عقب تصعيد شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية حققت على إثره مكاسب ميدانية في المواجهات المشتعلة في الجبهات الغربية لمديرية حريب. كما أشارت المصادر إلى استشهاد وإصابة 35 من قوات العمالقة في مواجهات عنيفة مع الميليشيا في مواقع متفرقة بحريب. في السياق، حذر باحثون وسياسيون من المخطط العسكري الذي تقوده ميليشيات الحوثي في حريب، وأشاروا إلى تشابهه مع المخطط الذي أدى إلى خسارة الحكومة معركتها في مديرية نهم بصنعاء والجوف ومعركة آل جبارة في صعدة ومثلها مديريات بيحان والعين في شبوة وكذا محافظة البيضاء. وأشار المراقبون إلى أن مواجهات حريب تمثل معركة ضغط واستقطاب من قبل دول في الإقليم موجهة ضد السعودية، مضيفين أن أي خسارة لمعركة حريب ستدفعها كل دول الخليج. وأعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يكون التصعيد في حريب يأتي ضمن تفاهمات سعودية إيرانية، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء عدم تعزيز قوات محور سبأ والعمالقة لردع هجمات ميليشيا الحوثي. بعد عام من فشل أعتى هجوم حوثي على مأرب جيشت له إمكانيات ضخمة من ترسانة الدولة التي نهبتها، إضافة للخبرات الإيرانية، عودت هذه الفترة هجوما متعدد الأنساق في مسعى للسيطرة على مديرية حريب غربية محافظة مأرب في تصعيد مآلاته ستلقي بظلال على مجمل مسارات الأزمة اليمنية. مجددا وليس مستغربا، تضرب ميليشيا الحوثي الإرهابية عرض الحائط بالمساعي الدولية لتفعيل الهدنة في اليمن. تصعيد كبير بدأته ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب كشاهد على استعدادات لمعركة مقبلة، كما وصفه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري. بعد عام من فشل أعتى هجوم حوثي على مأرب جيشت له إمكانيات ضخمة من ترسانة الدولة التي نهبتها في سبتمبر 2014، إضافة للخبرات الإيرانية، عاودت هذه الفترة هجوما متعدد الأنساق في مسعى للسيطرة على مديرية حريب غربي المحافظة. راح الحرب تتواصل منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث اشتدت وتيرة المعارك عقب تصعيد شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية حققت على إثره مكاسب ميدانية في المواجهات المشتعلة في الجبهات الغربية لمديرية حريب. قوات العمالقة دفعت بتعزيزات إضافية لدعم الجبهات وسط تكثيف قصفها على مواقع الميليشيا بغية كسر الهجوم وثني الحوثي عن تحقيق مآربه. المواطنون في القرى القريبة من المواجهات بدأوا رحلة نزوح جماعية خوفا من القصف العشوائي والمصير الذي ينتظرهم، فالشواهد التي تركتها الميليشيا في الجوبة والعبدية ما زالت تشكل جرحا غائرا لعموم سكان المحافظة. امتهان لكرامة الإنسان ومصادرة حقوقه والتعدي على أبسط الخصوصيات سمات لا تتأخر ميليشيا الحوثي عن تنفيذها مع سيطرتها على أي منطقة، تماشيا مع نهجها القاضي بإبراز التفرقة والطبقية على أساس سلالي. مآلات الحرب في مأرب تلقي بظلالها على مجمل مسارات الأزمة اليمنية، وفي حين فرغ وفداء الحكومة والميليشيا من الاتفاق على تبادل للأسرى خلال الأسابيع القادمة، يترقب الوسط المحلي والراعي الدولي والمتمثل بالأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق بعد الأحداث المتسارعة في مأرب والتي تنذر بنسف الجهود الرامية لحل الأزمة وتجديد الهدنة.
قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري إن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حريب بمحافظة مأرب أبرز الشواهد على أن الميليشيا تعد لمعركة قادمة. وأشار الوزير خلال اجتماع عسكري في محافظة المهرة إلى أن الميليشيات تستغل دعوات المجتمع الدولي للسلام للتحشيد والإعداد لمعارك قادمة، مؤكدا أن تصعيدها الأخير في مديرية حريب مأرب أبرز الشواهد على ذلك. في السياق نفسه قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن السلام في اليمن لن يتحقق قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة، ذلك في تعليق له حول تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حريب بمأرب. أكد رئيس الوزراء في سلسلة تغريدات على تويتر أن ميليشيات الحوثي ستنكسر في حريب كما تتبدد في الضالع وتعز والساحل ومختلف جبهات البطولة والصمود. شهد الحي القديم في مدينة إب مراسيم شعبية واسعة لتشييع جثمان الناشط حمدي عبد الرزاق المعروف بالمكحل بعد أن أعدمته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مركز احتجاز تابع لها قبل أكثر من 3 أيام. وانطلقت مراسيم التشييع بالآلاف من المسجد الكبير في المدينة إلى المقبرة الواقعة جوار حديقة خليج سرت رغم القيود الحوثية المفروضة، ذلك بعدما كانت الميليشيا قد رفضت تسليم جثمانه واشترطت عدم تشريح الجثة ومنعها تحول الجنازة والتشييع إلى تظاهرة غاضبة. من جهتها طلبت منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات مقتل الناشط المكحل داخل سجن حوثي. وشددت المنظمة على إجراء تحقيق شفاف في الجريمة يستند لتقرير طبيب شرعي محايد متحرر من أي ضغوط. وكانت الميليشيا قد اختطفت الناشط على خلفية تسجيلات مرئية انتقد فيها انتهاكاتها والتنديد بالوضع الذي تشهده محافظة إب. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد هزاع. سيد أحمد أهلا وسهلا بك، وبداية كيف تقرأ دلالة هذا التشييع رغم الرفض الحوثي ومنعها إقامته؟ أولا أطول الله مساءك وجميع مشاهدي الكرام وشهر مبارك عليكم. التشييع المهيب دليل على أن أبناء ضد ميليشيا الحوثي وأن لا وجود لحاضنة شعبية لها في المحافظة. بعد 8 سنوات نحن نتحدث من احتلال الحوثي يختفى الآلاف من أبناء إب، لا حوثي بعد اليوم. اليوم إب وشوارع إب تحاكم ميليشيا الحوثي. اليوم أبناء إب رجالا ونساء وأطفال جميعهم يعني شيعوا جثمان الشهيد المكحل. الناس اليوم تطلع لمن يخرج ضد الحوثي. نتمنى من الشرعية أن تقف في هذه المواقف الهامة لتقف مع المواطنين. بعد 8 سنوات نتحدث أن ما زال ناس يخرجون ضد الحوثي. اليوم أبناء يكسرون حاجز الخوف. نحن عندما نتحدث عن محافظات أخرى نجد أنه لا يجد من ينقل جرائم الحوثي، من يتحدث عن جرائم الحوثي من يشتري الحوثي، بينما ترصد كل جرائم الحوثي وتنقلها إلى العالم عبر التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية. اليوم خرج الجميع وهتفوا ضد ميليشيا الحوثي. اليوم تقول كلمتها وتقول لابد ان ينحل الحوثي. حتى الخوف والذل من ميليشيا الحوثي انه عند ما تم دفن جثمان الشهيد المكحل نجد انه قامت ميليشيا الحوثي باطلاق النار لانها تخاف جدا ومتخوفه جدا من عبث ميليشيا الحوثي وتخاف من اي تظاهره او تحشيد ضدها. لذلك نتمنى أن يكون هناك حل سريع ومتسارع لتحرير هذه المحافظة من قبض ميليشيا الحوثي من أجل أن تتنفس أبناء السعداء وأن تعود إليهم كرامتهم بسبب ممارسة ميليشيا الحوثي والجرائم التي ترتكبها ضد أبناء المحافظة بصورة يومية. اليوم ليس المكحل الشهيد الأول، كان قبله الخولاني، كان قبله الشيخ السبل، وكان قبله كثير من الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل ميليشيا الحوثي واغتصابهم وتم تصفيتهم داخل السجون. نعم، طيب سيد أحمد، هل من معلومات متوافرة لديكم كيف تمت عملية الاغتيال والتصفية؟ حتى الآن نحن المعلومات التي وصلت إلينا أو المصادر التي تحدثنا إليها كمصادر حقوقية تحدث أنه تم
اختطاف المكحل او حمد عبد الرزاق من داخل منزله في المدينه القديمه، وتم التحقيق معه قبل فتره، وبعد ذلك تم الافراج عنه بضمانات، وبعد ذلك تم استدعاءه مره اخرى قبل ما يحاول من 15 يوم. ونتخيل الجميع انه تم تصفيته داخل السجن، هناك اتهامات واصابع اتهامات ان مدير الامن الكحلاني المعين من قبل الميليشيا الحوثي هو المتهم الاول بخنق او تعذيب حمد عبد الرزاق حتى الوفاة. لذلك لا توجد هناك لجان تقوم بالاستقصاء أو طبيب شرعي يتم الكشف على الجثة، لذلك لا نستطيع أن نصل إلى السبب الحقيقي وراء قتل وتصفية حمدي، ولكن نتمنى من منظمات المجتمع الدولي أن تضغط على ميليشيا الحوثي ويتم هناك تحقيق شفاف لنجد هناك ما يروي قلوب أسرة هذا الشهيد الذين سمعنا في ذلك هم يتألمون على أبنائهم حتى ولدك الشهيد تتحدث بحرقة أنه لا تريد أي تحقيق ولا تريد إلا جثة ابنها أن يتم دفنها. قامت ميليشيا الحوثي بمقصود أن توصل الجثة ليلا حتى يتم القبر في فجر اليوم، ولكن أبنائه رفضوا ذلك وقاموا بتأخير الجنازة حتى يستيقظ الناس، حكونه اليوم أول من يوم رمضان يتأخرون إنه، وقاموا اليوم بجنازة كبيرة وهتف الجميع بجر الحوثي، وهذا دلالة واضحة أن من شهيد ذلك لاحظنا لولا القمع والملاحقة ما استطاعت أن تحكم المحافظ. تماما. السيد الصحفي أحمد هزاع إذن كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. لا تفرق ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها بين طفل ومسن وامرأة ومدني ومقاتل، كما أنها لا تقيم وزنا للعرف والقانون طالما ترى في مصلحتها الإمعان في الانتهاكات وسكب المزيد من الدماء. وزني على عرض الجدار وقد عمل قبي رقبتي وشعر رأس حقي ويهزوني لما بروح للقاع. كلمات مختلطة بالقهر والانكسار قالها المسن عبد علي أحمد حسن وهو يشكو ما تعرض له من اعتداء مهين من قبل أحد قيادات عصابات الحوثية المدعومة من إيران يدعى مجاهد الحداد بمنطقة السارة بمديرية العدين في محافظة إب. المدعو مجاهد الحداد اعتدى على المسن الذي يبلغ من العمر عتية بالضرب والشتم والقذف، وتوعده بالقتل وتفجير منزله إن عاد إلى مسجد القرية، وكل هذا نتيجة خلاف ومشادة كلامية وقعت بينهما عقب صلاة الجمعة الماضية. لم يكن المسن حاملاً بندقية كي يدافع عن نفسه، ولم يعد جسده يقوى على الوقوف أمام متحوث متعجرف يبرز عضلاته بقوة السلاح، لكنه وثق شكواه في فيديو لعله يجد منصفاً لما تعرض له من عنجهية وظلم، وبدلاً من القبض على المعتدي أدخلت الميليشيا الحوثية المعتدى عليه السجن في واقعة يندى لها الجبين. واقعة مؤلمة ومشاهد مماثلة تتكرر بشكل متواصل بل أكثر من ذلك نتيجة اعتداءات وممارسات عصابات الحوثي ضد المواطنين في محافظة إب والمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ 2014. وتشهد مدينة إب جرائم وانتهاكات لا تحصى من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تنوعت ما بين القتل والاختطاف ونهب الأراضي والممتلكات وترويع النساء والأطفال وكبار السن وإهانة كرامتهم. وما حادثة الاعتداء على المسن عبد علي حسن إلا واقعة جديدة وثقت لتذكر المجتمع الدولي بممارسات العصابات الحوثية ضد اليمنيين. بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان، شهدت مدينة تعز وقفة احتجاجية تنديدا بغياب خدمة الكهرباء الحكومية. في الوقفة التي دعا إليها تحالف شباب الأحزاب السياسية مساء الأربعاء، رفع المحتجون الشموع للتذكير بوضع مدينتهم التي تغرق في الظلام في ظل غياب الكهرباء الحكومية. المحتجون أعربوا عن سخطهم تجاه الوعود الكاذبة التي قدمها مسؤولون في مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية بتعز حول إعادة تشغيل محطة عصيفرة لتغطية جزء من مناطق المدينة بالتيار الحكومي. واعتبر المحتجون تقاعس الحكومة عن دورها تجاه المدينة مشاركة في فرض الحصار على صعيد الخدمات على الأهالي
إلى جوار حصار الميليشيات الحوثية وإرهابها وسط مطالبات بالاستجابة للدعوات المنادية بتوفير الخدمات وتخفيف المعاناة. للمزيد ينضم إلينا إدريس الزعزعي الأمين العام لتحالف شباب الأحزاب السياسية في تعز. سيد إدريس أهلا وسهلا بك، وبداية لماذا تتقاعس السلطات ولماذا تقاعست وتخلفت عن وعودها بتشغيل محطات الكهرباء الحكومية ومنها محطة عصيفرة؟ أهلا وسهلا بكم ونحييكم ونحيي جميع السادة المشاهدين في هذه القناة الرائعة التي تلمس هموم المواطنين ومعاناتهم. شهركم مبارك، كل عام وأنتم بخير، شهركم ووطني الحي بأمن واستقرار. هكذا طبعا حال مدينة تعز منذ 8 سنوات، يأتي عليها رمضان تلو الآخر ومعاناة المواطنين لا زالت ولا جديد يذكر حول عودة الكهرباء الحكومي. ناصرنا طبعا هذه القضية الهامة منذ عام، وكنا نأمل أن يأتي رمضان هذا العام وقد عادت الكهرباء الحكومي، خاصة بعدما رأى الناس المواطنون محافظ المحافظة نبيل شمسان ومعه مدير عام مؤسسة الكهرباء يشرفون شخصيا على تشغيل أحد مولدات محطة عصيفرة الكهربائية، وسمع المواطنون ذلك الصوت الشجي لذلك المولد، ولكن لا ندري كيف تبددت تلك الآمال وتبخرت تلك الأحلام واستقبلناه بالشموع نفس كل عام كما رأيتم. طبعا هناك الكثير من كانت الوعود ولكنها لم تتحقق ولم تتبدد ولم تحقق آمال المواطنين. طبعا الكهرباء الخاصة أو المولدات الخاصة لا تأتي بالغرض ولم تقوم مقام الكهرباء الحكومي إطلاقا. هناك تذمر كبير وعدم رضا لمسناه من المواطنين عندما وزعنا لهم استبيان بخصوص ذلك، حيث وجدنا 98% غير راضيين على جودة الخدمة. تماما سيد إدريس، إذن سيد إدريس في ظل كل هذا التذمر وكل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تعز وحصار من كل الاتجاهات، هل توجد الآن مقترحات مطروحة على طاولة السلطات للتخفيف من معاناة السكان فيما يتعلق بموضوع وضع الكهرباء؟ هناك كثير من الأطروحات، هناك كثير من الأطروحات ولكنها كما ذكرنا أنها لم تفي المستوى المطلوب وتحقق في أمر الواقع، كلها أصبحت وعود في الهواء نعم ولم تجدي نفعا في الواقع. نعم، يعطيك ألف عافية. إذن السيد إدريس الزعزعي الأمين العام لتحالف شباب الأحزاب السياسية في تعز، لنا لقاءات قادمة إن شاء الله في نشرات قادمة، نتمنى لكم ولتعز ولأهلها كل الخير والسلامة. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلت معكم إلى ختام هذا النشرة، أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. اشتداد المعارك في حريب جنوب مأرب وقصف حوثي متواصل على المناطق السكنية. بهتافات منددة بالحوثي الآلاف يشيعون جثمان الناشط حمدي المكحل في إب. وفي تعز وقفة احتجاجية تنديدا بغياب التيار الحكومي عن المدينة. ختام النشرة، أشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.